أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما المقصود بالآية بالأمانة في الآية الكريمة، وماذا يدخل فيها، وما حكم التهاون في العمل في الوظيفة، هل يدخل ضمن الأمانة؟ أي آية يقصد؟ إن عرضنا الأمانة. نعم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد بالأمانة تكاليف الشرعية من فعل الواجبات وترك تجنب المحرمات، أمانة الدين، هذا هو الأمانة التي ذكرها الله في هذه الآية. الدين أمانة، كله بعقائده وأعماله وآدابه، كله أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك من أنواع الأمانة الوظائف، أعمال التي يوليها ولي الأمر للعمال والموظفين، هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والمراد بالأمانات في هذه الآية هي الولايات، المراد بها الولايات، فهي أمانة في من ولي عليها في ذمته يقوم بها ويؤديها كما أمر الله جل وعلا. ومن أنواع الأمانة الودائع التي يودعها الناس بعضهم عند بعض للحفظ، عليه أن يحفظها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا طلبها صاحبها وجب عليه أن يردها إليه وألا يتصرف فيها وقت وجودها عنده، وأن يحفظها بما يحفظ به ماله ويراعيها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بصفات المؤمنين. ومن أنواع الأمانة السر الذي يكون بينك وبين أحد، بينك وبين زوجك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أي شخص آخر يسر به إليك ويستحفظك عليه، هذا أمانة فلا تفشه للناس. نعم.